السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أكثر. كما نرحب بكل من يتابعنا عبر البث المباشر على الفيسبوك. استأنف مجلس النواب جلساته الرسمية أمس الاثنين بمقره في مدينة طبرق. ترأس الجلسة المستشار عقيلة صالح، وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأنه نوقش في هذه الجلسة تعديل قانون الجامعات، بالإضافة لتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة بخصوص ملف لجنة أزمة الجنوب. كما درست الجلسة مقترح توجيه رئيس مجلس النواب كلمة أو خطابا هذين اليومين إلى المنظمات والأطراف الدولية تنقل موقف النواب بخصوص الأوضاع في ليبيا. حول كل هذه المواضيع رحبوا معنا بضيفنا عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، ونأمل أن يلتحق بنا أيضا المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق. يخبرنا الزملاء بأن السيد بليحق هو أيضا موجود معنا الآن عبر الخط الهاتفي. أرحب بالسيد عبد الله بليحق. نعم، ولكل السادة. كما أرحب أيضا بالسيد إبراهيم الدرسي إن كان يسمعنا. تحية طيبة لك أستاذ نبيل ولمتابعي قناة كنز ربوع الوطن العزيز. أهلا بكما، وقبل أن نبدأ المقابلة معكما دعونا نتابع سويا هذا التقرير الذي يرصد شيئا من مجريات جلسة أمس الاثنين. مجلس النواب استأنف جلساته الرسمية في مدينة طبرق بحضور عدد من النواب، وناقش عددا من المواضيع والقوانين. وبحسب المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، فإن المجلس أقر قانون الجامعات وفق التعديلات المقدمة من المجلس الأعلى للجامعات. وتم في الجلسة مناقشة مسألة تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة لقناتنا عبد الله الثني حول الجنوب، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتحقيق في مصروفات لجنة الأزمة الخاصة بالجنوب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في اللقاء الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والاتهامات التي وردت فيه. تم مناقشة تعديل قانون الجامعات، وبعد مناقشة هذا البند تم إقرار تعديل قانون الجامعات حسب التعديل المقدم من المجلس الأعلى للجامعات. أيضا تم مناقشة مسألة التصريحات الإعلامية لرئيس مجلس الوزراء حول الجنوب الليبي وسادة أعضاء مجلس النواب من المنطقة الجنوبية. سياسيا، أيد النواب الخطاب الذي سيتوجه به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لعدد من المؤسسات الدولية لشرح موقف المجلس من الأوضاع الحالية في ليبيا. تم التأييد الخطاب فخامة رئيس مجلس النواب حول مسيرة مجلس النواب وموقف مجلس النواب من الأوضاع في ليبيا، والموجه لعدد من المؤسسات الدولية. وطلب المجلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بالإسراع في تقديم نسخ تقاريرهم الخاصة بالنواب لمراجعة ما ورد بها، وذلك استعدادا لاستدعاء الحكومة المؤقتة للمساءلة حول ما ورد في هذه التقارير. سيد عبد الله بليحق، قبل أن نتحدث عن جلسة أمس الاثنين، دعني أسألك عن اليوم الثلاثاء. هل عقدت جلسة على اعتبار أن الاثنين والثلاثاء مخصصان بحسب لوائح مجلس النواب الداخلية لانعقاد الجلسات؟ نعم، طبعا اليوم لم تعقد جلسة، وجلسة يوم الأمس علقت إلى الأسبوع ما بعد القادم، لم تعقد جلسة اليوم. ما السبب؟ ما الذي يمنع انعقاد الجلسة أو استكمال بنود النقاش؟ تم استكمال عدد من بنود جدول أعمال مجلس النواب، بالإضافة إلى أن الأسبوع القادم ربما سوف يشهد تنسيقا فيما يخص اجتماعات السادة أعضاء مجلس النواب، التي من المفترض إذا ما نجحت الجهود المصرية وكذلك جهود معالي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ربما سيشهد الأسبوع القادم اجتماعا للسادة أعضاء مجلس النواب في القاهرة برعاية مصرية في محاولة للملمة مجلس النواب، وكذلك إيجاد رؤية واحدة لمجلس النواب كممثل شرعي للشعب الليبي قبيل اجتماع برلين القادم. نعم، لكن ربما قد تعتبر هذه الوتيرة عند الكثير من الليبيين وكذا المتابعين بأنها وتيرة ضعيفة جدا من قبل مجلس النواب في مواكبة الأحداث وفي عقده للجلسات، ما رأيك في ذلك؟ نعم طبعا، هنالك الموجود على جدول الأعمال جل
بنود جدول الأعمال الموجودة على جدول أعمال مجلس النواب هي من القوانين. هنالك قوانين التي تحتاج إلى عمل من قبل اللجنة التشريعية واللجان المختصة بمجلس النواب، وأيضا بالإضافة إلى إتاحة فرصة للمسألة المهمة التي تم الحديث عنها في جلسة يوم الأمس، وهي تقرير رقابة هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك تقرير ديوان المحاسبة التي من المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب خلال يومين أو ثلاثة خلال هذه الأيام، حيث تم توجيه الكتاب إلى المؤسستين هيئة الرقابة الإدارية وكذلك ديوان المحاسبة بموافاة المجلس بالنسخ الخاصة بالسادة أعضاء مجلس النواب. هذه التقارير تحتاج إلى قراءة لأنها يعني تحوي الكثير من القضايا ويعني حجمها كبير، فبالتالي تحتاج إلى اطلاع ودراسة من السادة أعضاء مجلس النواب قبل استعراضها إن شاء الله أسبوع ما بعد القادم للاستعداد لاستدعاء الحكومة الليبية المؤقتة للمساءلة عن كل ما ورد في هذه في تقرير هيئة الرقابة الإدارية وما سيرد في تقرير ديوان المحاسبة. فيما يتعلق بجلسة أمس الاثنين، سمعنا بأن عدد النواب الذين حضروا إلى هذه الجلسة في مدينة طبرق كان ضئيلا جدا، فهل كان كذلك بالفعل سيد عبد الله؟ نعم، منذ فترة يعني نبيل عدد السادة أعضاء مجلس النواب ضئيل في الحضور لجلسات مجلس النواب، لكن مجلس النواب منذ فترة يعني كما تحدث المستشار عقيلة صالح فخامة رئيس مجلس النواب بأن المجلس لن يقف أمام هذه المشكلة، ويجب أن يتم مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وخاصة كثير المسائل الهامة للبلاد. إلى أي درجة كان العدد ضئيل يوم أمس؟ كم كان نصاب الجلسة أو عدد الذين حضروا؟ طبعا هي جلسة الأمس معلقة منذ قبل ذلك، لا تحتاج إلى نصاب قانوني لإنعقاد الجلسة، وبالتالي الجلسة بإمكان عقدها بالعدد الذي حضر يوم الأمس. كم كان؟ نعم، هو في حدود أعتقد في حدود 20 نائبا حضروا يوم أمس. 20. سيد إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب، أهلا بك في برنامج أكثر. هل أنت كنت من النواب الحاضرين أم الغائبين عن الجلسة؟ بعد الترحيب بك طبعا وجودك معنا في حلقة اليوم. سيد عبد الله بليح متعدد باسم مجلس النواب. طبعا نحن في المدة الماضية سيد نبيل كنا تعودنا أن العقد الجلسات يأتي من دعوة من الرئيس عقيلة صالح في الإعلام، وآخر جلسة حضرت أنا في طبرق قبل شهر ولا اكثر كانت دعوه من الرئيس عقيلة صالح وكلمني حتى انا شخصيا يعني وقدم النواب، لكن تفاجات بان اليوم الاثنين في جلسه وان صدر قانون الجامعات ما جاتنيش دعوه او شفت دعوه ان في دعوه للجلسه لانعقاد الجلسه، وهذا سبب تغيب يعني. طبعا استاذ نبيل ما ينفعش على المتغيبين دائما يروح، احنا دائما نحضر الحقيقه دائما نمشي تبرد بسيارتي طوافي تبرد هو والطريق امن والجو الامور تمام، كل لحظه في جلستي كان عندي جلسه الاخر البيت، ثم هذا نروح البنغازي نصلي خشبي البنغازي بعد على المغرب والله على العشاء، لم تبلغنا دعوه من الرئيس، وبالتالي انا شخصيا لم احضر يعني، ولو برر ذلك يعني المفروض نحضر، والحمد لله رب العالمين دائما نحضر ودائما ننزل فيها في صفحتي وكل متابعين يعرفون اننا دائما نحضر، لكن والله لم حضرتش لان لم تبلغني جلسه حتى شفت في الاعلام. لما سألت هل في جلسة اليوم قبل نجي غير اليوم في جلسة اليوم يوم الثلاثاء يعني علقت إلى ما بعد الأسبوع بعد القادم. أي رسالة برأيك سيد إبراهيم الدرسي يرسلها أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طبرق من خلال يعني هذا العدد المنخفض منهم عند حضور أو عند انعقاد الجلسات، ناهيك عن أن بعض الجلسات إما يكون معلقا أو مؤجلا مثل ما حصل لجلسة اليوم، أي رسالة يمكن يعني يمكن فهمها من خلال هذا الواقع بالنظر إلى مجموعة نواب آخرين ينازعوكم على شرعية مجلس النواب وربما يعقدون جلساتهم بعدد أكبر منكم في طبرق؟ سؤال في محل نبيل، وسأجيبك بكل صدق وبكل مهنية. الحقيقة هذه رسالة سيئة للعالم،
رسالة سيئة للخارج قبل الداخل، رسالة سيئة للداخل الليبي اللي خاصة نحن يعني في مرحلة يعني حساسة، حرب ورص الصفوف ومعنويات. نواب الأمة يغيبون عن الجلسات، في أستاذ نبيل في من الناس من النواب اللي يسكن في طبرق وما يجيش للجلسات هي صراحة، وفي اللي قريب بينه وبين طبرق مسافة بسيطة وما يجيش للجلسات، وفي اللي له في يعني عدد جلسات بسيطة ومدن قريبة من مدينة طبرق. للأسف الشديد هنالك تقصير كبير، وللأسف الشديد أستاذ نبيل الجماعة المرشطين اللي في طرابلس يحضرون يعني بجلسات اللي غادي غير رسمية وغير شرعية، يحضرون بعدد يعني لا بأس فيه يعني. يعني الحق الحقيقة نحن يعني مزعجين من قصة عدم حضور النواب، ولكن عدم الحضور سبب عدم تطبيق اللائحة الداخلية أقل شيء حتى بسيط يعني، حتى قدام الناس يعني منتخبين وناخبين نقول لهم يا جماعة وين نواب البيضاء، وين نواب مثلا بنغازي، وين نواب طبرق، وين نواب المارس، وين نواب المنطقة الفلانية، وكلمين بالاسم يعني نقول لهم وينكم نواب الأمة على المدينة. للأسف الشديد رسالة غير صحيحة للداخل. مجلس النواب الحقيقة يعني ليس متداعي يعني متهالك بسبب الانقسامات سواء اللي الموجودة في 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 طبرق أو في طرابلس. للأسف الشديد نحن عند لدينا مصادر قوة يعني واحد تسمع فيها نبيل المثل يقول الريح تحطبنا هو مجلس النواب، يعني حتى المبعوث الأممي والدول النافذة في العالم رفضوا الاعتراف ولو ضمنيا بالمجلس المنشق في طرابلس، حتى أن غسان سلامة رفض أن يستمع مع المجموعة المنشقة في طرابلس خاشية أن يعتبر ذلك أن إعطاء نوع من الشرعية لهذه المجموعات، يعني أن يستمع. طيب تقول كان ينبغي تطبيق اللوائح الداخلية على النواب المتغيبين عن جلسات مجلس النواب، ما الذي تنص عليه هذه اللوائح تحديدا؟ نحن دائما ما نسمع يعني أن هناك لوائح داخلية تغطي هذه المسألة وهناك مطالبات لرئاسة مجلس النواب بتنفيذها على المتغيبين، ولكن لم يحصل ذلك، ما الذي تنص عليه هذه اللوائح وكيف تعالج مسألة الغياب المتعمد على ما يبدو من قبل البعض؟ أستاذ نبيل طبعا أستاذ نبيل يعني أنت من منطقة وتعرف المستشار عقيل صالح والمرحلة اللي نحن كنا فيها حساسة، المستشار نحكم معاه بالكلام هذا ويقول أنا لو طبقت اللائحة الداخلية من زمن مش حيقعد مجلس نواب مجلس برقة وبعض من المناطق الغربية يعني بكي حفاظا على الوحدة الوطنية ونقول بكي توشوا في مجموعة جت في مجموعة ضرت ومجموعة تمشي وتجي وهكذا بسبب الخلاف السياسي. يعني تطبيق اللائحة الداخلية بحذافيرها المستشار يقول أنا نترك في باب عودة للجماعة ضمة بشرته، كثير منهم رجعوا كثير منهم رد أخرى وكثير رجع أخرى ورد أخرى وهكذا استجال الموجود. تطبيق اللائحة الداخلية يكون حتى من ناحية المرتبات النبيل يعني بالأخير بكل واحد يعني قرش لله يعني أنا مكلف من الدولة منتخب وناخذ مرتب كويس، أقل شيء سيدي قدامي وبين ربي وبين ناخذين نجي نحضر جلسات نجي يا سيدي من 50% وفي ناس قريبين قلتلك يا نبيل والله ما يشوفك يعني للأسف الشديد توجعني يعني تقريب يعني اقل شيء اللائحه الداخليه في منها نصوص ما فيهاش سحب الثقه من النائب، ولكن النائب ما يجيش بكل، في نواب ما يجوش بكل، وفي نواب يا استاذ نبيل يعني انشقوا وطلبنا في جلسات كثيره من رئيس مجلس النواب من القاعه من القبه ان ترفع عنهم الحسنه البرلمانيه وان يحاسبوا لانهم حنثوا بالقسم اليمين، هم اقسموا على حمايه ليبيا وحدة ليبيا والاخرين، الان يعرضون وحدة ليبيا وامن ليبيا واستقرار ليبيا للتقسيم وللدمار عندما ينشقوا عن الجسم الوحيد اللي هو كان متراهن اللي هو يمثل وحدة ليبيا اخر جسم منتخب في ليبيا وكانوا يجتمعوا بالتقسيم تعاركوا التخارف والنضارب ومرات نبيل، ولكن ما زال مجلس النواب يحفر امام العالم هو القش التي تحمي يعني ظهر هذا البعير هذه الدوله من التقسيم. يعني الحقيقه اللوائح الداخليه كثيره جدا، لكن اقلها هو انك يعني ترسم المرتب، يعني الناس تاخذ مرتب ورده بيحوشينا ما تدري في شيء يعني للاسف الشديد. سيد عبد الله بلاحق يقول السيد ابراهيم الدرسي انه لو نفذت اللوائح الداخليه بخصوص تغيب النواب يعني منذ وقت طويل لا يعني اصبح في المجلس نواب جهه او منطقه او اقليم معين من ليبيا، بالنظر الى من حضر بالفعل جلسه يوم امس الاثنين، هل النواب الذين حضروا غلب عليهم أنهم من منطقة واحدة بالفعل مثل ما يقول السيد إبراهيم الدرسي في فترات سابقة، أم
كان النواب رغم عددهم يعني من مناطق وأقاليم مختلفة أو من دوائر فرعية مختلفة. نعم طبعا أؤكد على ما قاله الأستاذ إبراهيم الدرسي بأن حالة الانقسام والاستقطاب الحاد الحاصل في البلاد ربما هذا جزء من الحرص الذي يحاول أن تسير به رئاسة مجلس النواب من أجل عدم مزيد من التشظي والانقسام في البلاد وكذلك في المؤسسة الشرعية الوحيدة التي لازالت موجودة منتخبة من الشعب الليبي. لكن فيما يخص حضور السادة أعضاء مجلس النواب يوم أمس كان هنالك حضور يعني من جنوب وشرق وغرب البلاد، يعني هنالك الكثير من السادة أعضاء مجلس النواب يحضرون لفترة وربما يتغيبون لفترة، وهذا ربما ما استدعى الرئاسة لأن تكون تحاول أن تكون حكيمة في كثير من القرارات لعدم تشظي مجلس النواب وكذلك عدم اتخاذ قرارات ربما تسهم لحصول وضع أسوأ من الوضع الحالي في ظل الانقسام الحاد الذي تشهده البلاد. لكن ربما يعني خوفا من تشظي مجلس النواب أكثر وأكثر ربما هذا يوقعكم أو يوقع رئاسة مجلس النواب في مسألة التساهل مع هذه الغيابات المتكررة عند الكثيرين من أعضاء مجلس النواب لجلسات المجلس ولا يأتون، ربما هناك من لا يأتي إلا في الجلسات التي تهمه أو التي لها علاقة بوظيفته وبامتيازاته. نعم طبعا الحديث عن حوته أو تحويل اللائحة الداخلية وهي القانون رقم 4 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، هنالك يعني مثالب في هذه اللائحة وتحدث عنها فخامة رئيس مجلس النواب في أكثر من مناسبة بأنه لا توجد هنالك إجراءات رادعة أو إجراءات حاسمة في مسألة التغيب وعدم الحضور للسادة أعضاء مجلس النواب، يعني ربما لا تتجاوز مسألة الخصم التي ربما لا تعني لأحد الكثير، يعني لا توجد إجراءات رادعة في القانون رقم 4 لسنة 2014 اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب من أجل الحد من هذه المسألة، مسألة عدم الحضور، وبالتالي لن تكون بتلك الفاعلية التي ربما تحقق المرجو منها. عندما تقول ما فيش إجراءات رادعة يعني بأي معنى؟ كيف يعني؟ كنا نسمع بأنه يمكن لمجلس النواب أن توقف رواتب المتغيبين إذا وصل غيابهم لنصاب معين أو حتى إذا كان الغياب متكرر ومن دون أي عذر أو حجة مقدمة من المتغيب من النواب وأشياء أخرى. نعم لا يوجد في اللائحة الداخلية مسألة في الأستاذ النواب في حال تغيبهم أو تكرار تغيبهم مثلا النبي. هذه معلومة جديدة سيد عبد الله. نعم. ربما لهذا السبب يعني هناك غيابات كثيرة طوال الجلسات والأعوام الماضية. نعم وتحدث عن ذلك يعني المستشار عقيلة صالح في أكثر من لقاء ووضح بأنه ليس هنالك إجراءات حاسمة واضحة في اللائحة الداخلية تحد من ظاهرة التغيب عن جلسات مجلس النواب والأمر لا يتجاوز يعني مسألة ربما بعض الخصميات المالية الخاصة بالسادة أعضاء مجلس النواب، لكن مسألة إيقاف نائب لا يوجد في اللائحة الداخلية ما ينص على ذلك أو أي إجراء مشابه يكون بمستوى أعلى ربما للحد من هذه المسألة. طيب إن لم يكن هناك نص قانوني يمكن الاستناد عليه داخل مجلس النواب في لوائحه الداخلية لاتخاذ تدابير رادعة ضد أي نواب متغيبين، إذن على ماذا استند في المقابل مجلس النواب عندما ناقش وقرر إسقاط عضوية عدد من النواب المتغيبين عن المجلس والمنشقين عنه والذين أنشأوا مجلس موازن لهم في طرابلس؟ نعم القرار اتخذ أستاذ نبيل نتيجة لارتكاب هؤلاء النواب الذين عقدوا اجتماعات في مدينة طرابلس، ارتكبوا مسائل جسيمة تهدد وحدة البلاد
والإجراءات تتم من خلال مجلس النواب وكذلك من خلال النائب العام. المسألة التي تخص النواب الذين عقدوا اجتماعات في طرابلس هددوا الوحدة الوطنية وارتكبوا جرائم لا تحضرني المواد حاليا وفقا للإعلان الدستوري ترتقي إلى يعني ريمة في حق الشعب الليبي بتهديد وحدة البلاد التي نص عليها الإعلان الدستوري وكثير من المواد يظهر الخطط عندما مع أو رسخ من خلال هذه الاجتماعات يحاولون ترسيخ تقسيم البلاد والمضي بها إلى برلمان في شرق البلاد وآخر في غرب البلاد ودون أيضا أي نص قانوني، اجتماع بدون رئاسة وبدون دعوة رسمية وبدون نصاب قانوني وما إلى ذلك. فهذه الخلفيات التي استدعت اتخاذ قرار تجاه النواب المجتمعين في طرابلس وفقا لمخالفتهم للإعلان الدستوري نفسه. سيد إبراهيم الدرسي، جلسة أمس الاثنين لدى مجلس النواب ناقشت مجموعة من المسائل أو البنود، أولا ما موقفك منها وكيف تقيم ما رشح عن الجلسة بخصوص هذه المسائل؟ كان من بينها طبعا تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة بخصوص ملف الجنوب ونواب الجنوب ولجنة أزمة الجنوب اللي شكلت في فترة ماضية وأيضا تعديل قانون الجامعات ومسائل أخرى. في الحقيقة بشكل عام كيف تقيمها وما رأيك في نتائجها؟ بداية سيد نبيل، طبعا عودة على موضوع النصاب والأخري، نحن طبعا سألة من اختتام سير مجلس النواب اسمح لي في الجزية أن نشرحها لك وللمشاهدين والمتابعين قناة كام. لنا فترة نحن نعاني من النصاب وحتى يعني هناك قضايا يعني رفعت ضد قرارات مجلس النواب وقرارات يعني قصيرية وحاسمة يعني كاعتمادنا للدستور والدستور واعتمادنا لبعض القوانين كثيرة. أننا لم تصل إلى النصاب المفروض تواجد في مجلس النواب، وذلك بسبب تغيب كثير من النواب اللي انشقوا عن مجلس النواب واللي من قبل ما جوش فتحي، يعني عندنا قريب 35 نائب من قبل ما جوش وزيد عليهم تو قريب 60 ولا 70 نائب انشقوا علينا واللي رافضين ما جوش. فنحن اقترحنا للرئاسه اقتراح، قلنا لماذا لا يكون لدينا نصاب يعني حتى قانونيا امام العالم لقدام اننا نتفقوا على هذا القرار، يعني نديروا نصاب جديد ونقول والله متوسط الحضور 60 50 70 نعتمدوه ونديروا ثلثين ولا ثلث ولا يعطى فريق الحكومه، حتى نحن الحكومه المؤقته لو اردنا ان نقيلها ونحسبها ما نستطيع لان مطلوب 100 وكم صوت عند السيد نبيل. وبالتالي نحن طلبنا بهذه الاجراءات حمايه للقوانين التي نصدرها، هذه القوانين يعني نتعب فيهن ونناقشوا فيهن وتصدر وفي كثير منها في صالح المجتمع والشعب مطعون فينا السيد نبيل. وبالتالي طلبنا الرئاسه بان يكون هناك تعديل للنصاب ومن ثم ننطلق الى 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 القوانين والى تعديلها والى اصدارها بهذا الشكل. وبهذا الشكل استاذ نبيل كل القوانين اللي صدرناها مطعون فيها للاسف الشديد. انت بالمثل يعني السيد غسان سلامه لما اجتمع مع مجموعه من اعضاء مجلس النواب وقال لهم انتم مجلس النواب متهم ما فيش حاجه تبين ان مجلس النواب موجود، قال له لا يا جماعه يعني هذا التعقيدين اللي محيي في هذه اللحظه، قالوا نحن مجلس النواب قبل ما تنسي المده الدستوريه مادة مجلس النواب تنبيه هذا قد لا يعجب البعض لكن هي حرف، لكن اصبحت يعني مده قانوني سكتها سنه قال ما عنديش بي علم ليش النبيل؟ لان هذا القانون ينشر في وسائل الاعلام لن ينشر في الجريده الرسميه لان القانون حسب القوانين وبما صرح به المستشار جمع ابو زيد وانت تعرف زيد وكل الليبيين يعرفوه قال ان القوانين تصبح ساريه حتى تنشر في جريده رسميه للدوله، جريده رسميه وين؟ غير موجوده عندنا جريده رسميه للاسف الشديد ولا عندنا يعني قناه رسميه تتحدث باسم ليبيا ككل. وبالتالي هنالك عقبات يعني كثيره جدا امام مجلس النواب ضروري من الجلوس وحلحله هذه الامور. نعم للتوضيح. لا لا خلينا 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 في التوضيح بما ان انت يعني ما زلنا نتحدث عن موضوع النصاب. يعني أنت كنت تقترح قبل قليل سيد إبراهيم أنه يفترض أن تطبق اللوائح الداخلية ضد المتغيبين بدون وجه حق بين قوسين يعني أو اللي ما عندهمش عذر أو حجة أو إلى آخره، لكن في نفس الوقت يخبرنا السيد عبد الله بليحق بأنه ما فيش في القوانين أو اللوائح الداخلية للمجلس أي نصوص بخصوص هذه المسألة أو أي إجراءات رادعة منصوص عليها في هذه اللوائح
ضد المتغيبين، فأصبحنا في حالة من سوء الفهم بينكما. أنت راجل يعني لو لم تكن هذه القناة تعطيك مرتبك ومرتب بقدر ما تقدم منك وملف شعبية الدليل وما خليش عاد نشكرك بزيادة أخرى وأنت تحقق شكيرة بقدر ما أنت تعطي العمل الساعه. يعني النواب ياخذوا مرتبات ياخذوا في مزايا، في الأخير بكر لما تقول له والله أنا نقسم عليك حيحضر، وفي الأخير بكر هذا أقصى ما عندك. لكن نتحدث عليه مجموعة الدليل يعني منشقة في مجموعة جو أسبوع وما جوش وما زال ما طبقش عليه من لاعبين الخصم بالكامل. هناك يعني نحن نعذر سياده المستشار رئيس مجلس النواب برؤيته البعيده النظر، وفعلا يعني لو لا, لا 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 انا اتحدث عن نصوص مكتوبه وارده في اللوائح الداخليه. هل هناك نص في هذه اللوائح يرد بخصوص مساله غياب النواب ويغطي هذه المسألة أم لا؟ لأنك أنت كنت تقول يعني يجب تنفيذ اللوائح على المتغيبين، ومن جهة أخرى يخبرنا سيد عبد الله بالعكس. نعم طبعاً سيد عبد الله صحيح 100% ما فيش لوائح يعني رادعة قوية إلا سرد القانون، يعني قانون ليبيا وقانون مجلس النواب اللي كيف هذوما اللي خرقوا يعني خارق كبير سيد نبيل الناس ينشقوا وزاروا مجلس النواب في طراجة. لا هذوم موقفهم السياسي معروف ويعني وما نحكوش عليهم، نحن نحكو عن المتغيبين اللي معاكم وما يحضروش يعني. لكن بالنظر إلى أن اللوائح الداخلية تكتب من مجلس النواب نفسه عند انعقاده في أول جلسة له، هذا يجعلني يعني استنتج بأن أعضاء مجلس النواب كانوا متساهلين جدا مع أنفسهم عندما كتبوا لوائحهم الداخلية بأنفسهم. يا نبيل لريت أمورك عليها 90% وأكثر من قوانين اللائحة الداخلية مجلس النواب هي يعني نفس اللائحة تاع المؤتمر الوطني، وهي نفس اللوائح اللي كثير من أعضاء البرلمان معنا. خرج جايك ويقول لك منتخب ومن الشعب وكذا وإلى آخره، وبعدين حتى وثيقة فبراير تبلتني أستاذ نبيل، حتى في الانتخاب في ناس استقلوا رحمة الله يعني الدكتورة أمال بعي ولا منى الغريتي ولا أستاذ نبيل عون الله يرحمه ويرحمهم جميعا المسلمين. ما نقدرش لان وثيقه فبراير تقول ان لابد من انتخاب، كتبت انتخاب انا في الزاويه انا في والله في طرابلس والله في ولا حتى في بنغازي تبرك يعني تعتبر يعني شرط اعجازي. ليش يا سيد نبيل؟ لان كان يعتقد ويظن مجلس النواب ماهوش دايم، كان يعتقد ان مجلس النواب باش يكمل المشروع الدستوري اللي عزاز عليه المؤتمر الوطني، وكانت مده بسيطه كانت توقعه سنه اشهر معاها، لم احد يتوقع ان تستمر الازمه لخمس سنوات واكثر، وبالتالي كانت القوانين يعني مشي ليشن ومشي ومرحله وخلاص، ما كانش العالم كان ليبينا ووضع الوثيقه وتعرف في معز المقهور وفي الاستاذ يونس فنوش وناس يعني من اكابر القوم والقانون في ليبيا، ما كانوش يعتقدوا ان المرحله تصل لهذه المتاعب، وبالتالي هم وضعوا كثير من القوانين تستاهل بيش يقول لك والله يا هما كان يعني تحضن البيضه تفقس البيض وخلاص، فهمتوا؟ نعم طيب. اما ما كانش يعتقدوا ان المرحله تصدي وليبيا تفترق والحروب وليبيا والصاروخ والهجوم على الموانئ والهجوم على كذا والان علي طرابلس والحروب علي بنغازي، ولا ما كان احد يظن ان المرحله، وبالتالي كانت قوانين مجلس النواب بسيطة وسهلة لم تكن تتوقع هكذا. يعني سيدي جنان يقول الحي اللي يدري على السيرة نفسه على المدرج. نعم لكن نحن نتحدث عن نص يفترض أنه موجود في اللوائح الداخلية وهو نص تنظيمي لا علاقة له بأي تطورات أو متغيرات حصلت بعد ذلك. على أي حال أعود إلى السيد عبد الله بليحك، كان يقول السيد إبراهيم الدرسي أخي عبد الله وهو واحد من النواب الذين تغيبوا عن جلسة أمس الاثنين، كان يقول أن سبب غيابه بحكم لم يكن لديه علم بموعد انعقاد الجلسة أو أن هناك جلسة لم يخبره أحد. هذا يجعلني أتساءل عن آليات التبليغ، يعني كيف يتم تبليغ النواب على اعتبار أن النواب يكونوا مش لكل واحد موجود في منطقة، يعني ليست مش بالضرورة يكون النائب في مدينة طبرق طول الوقت وفيه اللي حتى خارج البلد، فكيف تبلغون النواب حتى يحضروا؟ ربما هناك كثيرون مثل السيد إبراهيم الدرسي لم يتم إبلاغهم بجلسة أمس الاثنين وبالتالي لم يحضروا. نعم طبعا هذا الأمر يعني تم يعني مناقشته مع رئاسة مجلس النواب ومع
فخامة رئيس مجلس النواب أكثر من مرة. صحيح ما ذكره منذ وقت بداية المداخلة الأستاذ إبراهيم الدرصي بأنه بعض الجلسات يتم توجيه دعوة للأستاذ أعضاء مجلس النواب، لكن في كثير من الجلسات التي يعني تم سؤال الرئاسة حول هذا الموضوع وأيضا تساؤلنا نحن، فكان يعني الجواب من فخامة رئيس مجلس النواب بأن الجلسات كل يوم اثنين وثلاثاء، فيجب على السادة أعضاء مجلس النواب حضور الجلسات بدون أن يعلمهم أحد بذلك. لكن كان يتحدث السيد إبراهيم بأنه في بعض المرات يتم التبليغ بشكل شخصي، هذا الأمر يعني يكون مستغرب يعني. نعم يعني هذا ربما يعني يتم سؤال الرئاسة عليه، لكن في القاعدة العامة التي تحدث فيها السيد رئيس مجلس النواب فخامة الرئيس أنه كل اثنين وكل ثلاثاء هناك جلسات وهو موعد ثابت للسادة أعضاء مجلس النواب، وبالتالي لا تكون هناك حاجة لتبليغ السادة أعضاء مجلس النواب، فكل يوم اثنين وثلاثاء تكون هنالك جلسات إلا ما يتم الإعلان يعني بغير ذلك. بما أننا نتحدث عن الغياب، عن الحضور، عن الجلسات وما يقابلها أيضا من مهام ورواتب وامتيازات سيد عبد الله بليحي، كان يتحدث السيد إبراهيم الدرسي عن مجموعة من النواب إما توفوا أو قتلوا أو وما إلى ذلك، في اللي حتى يعني إما ترك عمله كنائب أو التحق بسلطة أخرى يعني وهلم جرى. هناك بعض الإشاعات تقول بأن هناك نواب كانوا أعضاء داخل المجلس وإما أصبحوا سفراء في دول أخرى أو في أجسام وظيفية أخرى بالدولة الليبية، ومع هذا ما يزالوا يشغل يعني يتمتعوا بامتيازاتهم وبرواتبهم ومكافآتهم كأنهم يحضروا مثلهم مثل النواب الذين يداوموا ويحضروا في جلسات مجلس النواب، ما حقيقة هذه المسألة؟ نعم هذا الكلام غير صحيح بالمرة أستاذ نبيل، لا يوجد هذا الشيء. نأخذ على سبيل المثال مثلا النواب الذين استقالوا من مجلس النواب، مثلا الأستاذ يونس فنوش استقال منذ فترة طويلة وظلت يعني طبعا الإجراءات فيما يخص الاستقالة يتم تسليمها إلى رئاسة مجلس النواب، ولكن ليس للرئاسة أن تبث بها إلى أن يتم عرض هذه الاستقالة في جلسة رسمية على السادة أعضاء مجلس النواب، وبالتالي يتم قبولها والبث فيها. وفعلا هذا ما تم على الأستاذ يونس فنوش، أيضا النائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق الأستاذ محمد شعيب قدم استقالته لمجلس النواب وتم عرض هذه الاستقالة في جلسة رسمية على مجلس النواب وتم قبولها في جلسة رسمية، وبالتالي انتهت علاقته بمجلس النواب. بالإضافة إلى بقية الأستاذ أعضاء مجلس النواب سواء الذين توفاهم الله أو غير ذلك، لا يوجد أحد من أعضاء مجلس النواب الذين انفصلت علاقتهم بمجلس النواب، لا يوجد أحد يتقاضى مرتبات أو مهايا أو غير ذلك. وأيضا حتى في مسألة النصاب القانوني عندما تم إقرار مشروع قانون أو قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد تم تنحية أو إزالة الأصوات في مسألة النصاب بالنسبة لسادة مجلس النواب سواء الذين توفاهم الله أو الذين استقالوا من مجلس النواب. فأؤكد لك بأنه لا توجد مرتبات لأي من النواب الذين استقالوا أو انتهت علاقتهم بمجلس طيب النواب. من الجيد أننا وضحنا هذه المسألة. نأتي الآن على محتوى الجلسة، جلسة يوم أمس في مدينة طبرق سيد عبد الله بليحق، ناقش الحاضرون من النواب مجموعة من البنود والمواضيع، كيف تقدمها لنا مرة أخرى من ناحية مناقشتها داخل الجلسة ومن ناحية يعني ما انتهت إليه الجلسة بخصوص هذه المواضيع؟ نعم البند الأول كان فيما يتعلق في قانون الجامعات، هذا القانون يعني أقره مجلس النواب منذ فترة لكن شهد اعتراضا من عدد من المعنيين وهم المجلس الأعلى للجامعات وأساتذة الجامعات وغيرهم،
تم خلال الفترة الماضية العمل على مراعاة هذه النقاط والملاحظات التي وردت من المجلس الأعلى للجامعات، وتم العمل عليها خلال الفترة الماضية إلى أن تم تجهيز القانون بالصيغة المثلى بعد تواصل أصحاب الشأن والاختصاص في ذلك، وتم إقرار هذا القانون. بعد ذلك انتقل النقاش إلى اللقاء التلفزيوني لرئيس الحكومة الليبية المؤقت السيد عبد الله السني، وما ورد في هذا اللقاء التلفزيوني خاصة حول الجنوب الليبي واتهام بعض السادة أعضاء مجلس النواب دون يعني تحديد في مسألة فساد مالي أو ما شابه ذلك من هذه الاتهامات. تم مناقشة أقرر المجلس أن يتم أول تحقيق في مسألة المصروفات لجنة الأمن خاصة الجنوب الليبي، وهي وردت في لقاء بالإضافة إلى الاتهامات بصفة عامة لأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية الذين انزعجوا كثيرا من هذا اللقاء وما ورد به، وبالتالي سوف تقوم باللجنة بالتحقيق في هذه المسائل التي وردت من رئيس مجلس الوزراء، وسوف ترفع تقريرها لمجلس النواب للبث في هذه المسألة. أيضا تم مناقشة في ذات الصدر مسألة تقرير هيئة الرقابة الإدارية وما ورد في هذا التقرير، وللأسف الشديد بأنه حتى اليوم لم يصل أو لم تصل النسخ الخاصة بالساعة مجلس النواب من تقرير هيئة الرقابة الإدارية. عذرا سيد عبد الله لأن الصوت في بعض المرات ما يكونش واضح، أنت قلت للأسف حتى هذه اليوم لم يصل ماذا بخصوص تقرير هيئة الرقابة الإدارية؟ تقرير هيئة الرقابة الإدارية النسخ السادة الخاصة بالسادة أعضاء مجلس النواب لم تصل إلى المجلس إلى غاية اليوم، رغم تسليم نسخة واحدة لفخامة رئيس مجلس النواب من رئيس هيئة الرقابة الإدارية. إلى الآن لم تصل بقية النسخ لتعمم على السادة أعضاء، يعني هيئة الرقابة الإدارية لم ترسل نسخا من تقريرها لأعضاء النواب. نعم، رغم يعني مثل ما أفاد فخامة رئيس مجلس النواب، رغم الاتفاق على إحالتها فور تسليم النسخة الخاصة بالسيد الرئيس، ورغم أيضا مطالبة فخامة رئيس مجلس النواب للسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية التقى بالسيد المستشار قبل أيام، أبلغه أيضا بضرورة إرسال هذه النسخ، وقال المستشار عقيل صالح بأنه إلى اليوم لم يتم إرسالها، فبالتالي وجه فخامة الرئيس بتوجيه كتاب رسمي اليوم لرئيس الرقابة الإدارية للإسراع في مد مجلس النواب النسخ الخاصة بالسادة الأعضاء ليتمكنوا خلال الأسبوع القادم من الاطلاع عليها ومراجعتها وتمحيصها، ليتم التجهيز لمسألة المساءلة الخاصة بالحكومة الليبية المؤقتة حول ما حواه هذا التقرير من قضايا هامة، وكذلك الحال بالنسبة لديوان المحاسبة مطالبته بضرورة تسليم تقريره لمجلس النواب ليكون الأمر متكاملا ليتم التجهيز لمساءلة الحكومة حول ما يرد في تقرير هاتين المؤسستين الرقابيتين اللتان يراقبان عمل الحكومة من الناحية الإدارية والمالية. سيد إبراهيم الدرسي، فيما يتعلق بملف الجنوب وتصريحات السيد عبد الله الثني حول أزمة الجنوب ولجنة الأزمة واتهامه عدد من النواب لم يسميهم بالاسم من نواب الجنوب بتقاسم بعض المخصصات المالية اللي خصصتها الحكومة في سنوات سابقة، يعني أين تقف من هذه المسألة، وكيف ترى الطريقة المثلى فعلا للفصل بشكل نهائي في هذا الموضوع؟
نبيل لو سمحت معلش التعقيد من الموضوع مو سهل، موضوع اللي صار وموضوع اللي معلش دقيقه واحده ونرجع لل تفضل اللي تعلم سيد نبيل وسيديكم الكرام ان جلسات جلستي مجلس النواب في 2003 جلسات دستوريه مدثره ولا يجوز تجاوزها ولا زياده عليها ولا نقصان، هذه نقطه. الشيء الثاني نحن طمنا نعتمد طبعا كل البرلمانات في العالم تشتغل، انا اتمنى تشوف البرلمان في الاردن تقريبا منها، تشوف البرلمان في تونس يعني انا عندي قناه تونس الثانيه دائما اتفرج عليه يشتغلون على على مستوى اللجان. البرلمان يصدر قوانين وعند اجتماع البرلمان التونسي بكامل نصابه سمع لما اراد ان يعدل في التعديل الدستوري نعم بما يخص الرساله بعد موت الرئيس باجي قيس رحمه الله عليه اجتمعوا بالكامل، اما البرلمان يجتمع على مستوى على مستوى اللجان ودائما هناك شبه جلسات اللجان تناقش الحكومه وهذا غير موجود للاسف عندنا من النواقص. اما بالنسبه لجلسات المسلمين نحن نعتمد عليه على الرئيس، لما يكون في جلسه والرئيس يكلم الرئيس لما يكلم النواب يقول تعالوا في موضوع كذا يحضر عدد كبير من النواب، انا في كثير من الامور يا نبيل انا جاي من بنغازي والله سيارتي تعطل علي في الطريق يعني الاخير بس واحد يعني يتعرض سيارات مشرف سيارات كويسات لكن تلقت تعرض واحيانا كثير نشوف قادم ونروح نبي جلسه يعني واحد بالاخير يتعب يقول لك قوم تمشي، فانا نحتاج عدد رئيس يقول لنا تعالوا نشوف جلسه يجي عدد كبير من النواب، هذا بالنسبه للتوضيح. نعم. اما بالنسبه لتعليقات السيد رئيس الحكومه عبد الله السنين في قناه كم، هو رئيس حكومه تنفيذيه، نحن جهه تشريعيه رقابيه نتابع رئيس الحكومه ليس عن طريق الاعلام، تبع عن طريق التقارير التي تاتينا من هيئه مكافحه الفساد ومن هيئه الرقابه الاداريه ومن ديوان المحاسبه، هذا الميثاق اللي بيننا وبين رئيس الحكومه. فيما يتعلق بتصريحاتي بشان يعني لجنه عزمه الجنوب تصريحاتي الناريه الحقيقه وخطيره جدا وخاصه يعني تكلم عن بعض النواب، انا يعني انا لا يعني انا لا لا لا, لا ابرئ احد يعني ولا اتهم احد، هو مطلوب بان مطالب بان ياتي بالدلائل وبعدين نحن في تلك اللحظه سنحاسب النواب وسنحاسب الحكومه، يعني حتى الحكومه يعني انت الاموال يعني معلش استاذ نبيل يعني خليني نقعد معك وانا ايش دخل الناس تعطيه فلوس يعني الناس تشريع ما تعطيش فلوس في شيء تفيده، ويكون في علمك استاذ نبيل الماده الاولى في اللائحه الداخليه تقول ان مثيليه مجلس النواب من 1/1 الى 30/12 مقصوده، كان في زياده ونقصان بما فيه مرتبات الموظفين والنواب وحالات من اخره، كان في زياده تقعد تروح عن السنه اللي بعدها، في نقصان يستلفوا من الحكومه بعدين يسلكوها، يعني يرى المساله الماليه في مجلس النواب واضحه ودقيقه لا تدع لبس فيها، انت نائب يعني تشريعي ورقابي راقب، شفت الوزاره هذه اعطيتها فلوس قصر تدير فيها تقرير ونستدعيها وتعالي هنا، اما انا يعني كرئيس حكومه نعطي النواب فلوس يقول لهم عدي 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 يخدم النائب انسان لكن بحسب رئيس الحكومة الأموال أعطيت للجنة أزمة الجنوب وعدد من نواب الجنوب حسب قوله هم من تسلطوا على اللجنة وتقاسموا هذه الأموال فيما بينهم باتفاق مع رئيس اللجنة نفسه وباعترافه عند السيد عبد الله الثني، هذا ما قيل من قبل رئيس الحكومة. أستاذ نبيل نقول لك قصة تاريخية، أول حكومة في ليبيا أنشئت بعد الاستقلال التوحيدي كانت تبع كان ترامب تحت الكليات ومش عارف ماذا وبرقة تحت الانجليز والشيا من الاولين انتهت ودار الدستور دور دوله اول حكومه سقطت بعد اشهر بسبب شنو؟ فساد الجرين طريق في جنوب الجرين للاسف الشديد يا استاذ كبير راهو فساد لا ادافع عنه ولكن يجب ان تكون هناك قوانين رادعه. ما يحصل الان معاصره مع سيد عبد الله السني ان نقول لك سيد عبد الله السني راجل محسوب من الجنوب تصميم فزان والجماعه يضغطوا عليه يدير لنا وما ادري شيء الفزان والجماعه حتى اللي مع الوفاق خضوا الفزان، انا نقول لك نائب ومتعبنا بعثك حتى على صفحتك والله ماسنجر والله علمني المفيد ناس من الجنوب يقولوا احنا راه ما عندناش خدمات، والله في ناس قالوا يقطعوا بمئات الكيلومترات باش يجيبوا مي يصبوا، البنزين ما يحلوش فيها بكل، اذا لين تذهب هذه الملايين والمليارات تاتي من حكومه الوفاق ومن الحكومه المؤقته، يا استاذ نبيل الفساد مستثري لا يختص به نائب ولا مدير، دائما الميثاق اللي بينه وبين الحكومه هي التقارير وما ياتي برئيس الحكومه عن النواب، ان بعدين رئيس الحكومه كيف يرزق النواب يعني، معلش لو سمحت استاذ نبيل يعني ما نرزقلكش النائب، انا رئيس حكومه تنفيذيه بيني وبينك الميثاق اللي هو انك تحاسبني وتدعيني امام مجلس النواب وتحاسبني امام الشعب الليبي، اما تقول والله النواب خذوه فلوس معناها يعني المساله ما هي سهله يعني حتى تشارك فيك الارض معلش يعني انا كيف نعطيك فلوس انت عندك انت راجل تشريعي رقابي ما نعطيكش انت اذا كان
بعدين عرفت اني مدير تحالف فتح مجلس النواب ونخلق السلسل المعطل، ليش ما يحاسبونيش؟ في ترتيبات كبيره استاذ نبيل نحن لسنا بصدد الحديث عنها، لان انا اقول لك على المستوى الشخصي، انا استاذ نبيل اقول لك على المستوى الشخصي، انا التقيت رئيس الحكومه تكلمت فيه، دار فيا قدم فيا شكوى عند المحامي العام يحول على النائب العام في طرابلس وبدرنا صلح ومشيناها، يعني نرى نقول لك من الواقع مرير، ولكن ما يحصل الان الحكومه والحكومات اللي قبلها ولا تتاكد، يبدو ان الفساد ماشي في الدي ان اي بتاعنا للاسف الشديد يعني. لكن في المقابل سيد ابراهيم، كيف ترى ما اتفق عليه مجلس النواب في جلسه امس الاثنين بخصوص تشكيل لجنه لمتابعه او للتحقيق في اوجه صرف لجنه الازمه برئاسه مصطفى كنونو في ذلك الوقت، هل ترى بان هذا الاجراء هو الاجراء الصحيح وفي محله بعد كل ما هذه التصريحات؟ غير صحيح استاذ نبيل. أنا نائب لي 5 سنين في مجلس النواب، إذا أردت أن تقتل موضوع مجلس النواب شكلنا لجنة. سراديب سيضيع الحق في سراديب يعني أنا ماني عارف هذا الاعتراف بالحق فضيلة سيد إبراهيم. نعم سيد نبيل ما نقول لك الحق، أنا أنت راجل دائما تقول في كلمة الحق ولا ولا كيفك، حتى لما تجلس لأني ما أعرف شيء ولا أكتب لك. فهمتوا؟ نعم. يعني بيقول أنا مكاشفة بينه وبين الشعب والناس يا سيد نبيل، ملينا من الفساد، ملينا من التسطر على المفسدين والمجرمين. يعني نعم الموضوع يا بابا انا عندي طرق شرعيه. مالني بالله تعال يا سيد عبد الله السني انا نستدعيك، يعني نحن لنا التقرير الرقابي جاريه فوق من 3 شهور في القوة وفي فلايت معني سامعني فيها وفي كوارث. انا ما انا لا كم الحاج عبد الله، وانا الحاج عبد الله يعني محل احترام كبير مني وراشد يعني قاد مرحله كبيره جدا وحساسه، والفساد والمشاكل موجوده في كل مكان يا استاذ نبيل، حتى في الحكومات الدول المتقدمه المتحضره يعني. وتعلم قضيه هلمت كول المستشار الالماني كيف استقال، يعني رجل من اعظم الرجال السياسيين والاقتصاديين في العالم في المانيا، اللي قاد مرحله نهضه في المانيا بعد مشروع اسمها هذه وزير الخارجيه الامريكي فتره قبل مشروع مارشال الى اخره. فهمتوا الفساد موجود ولا ما مسترش عليه، ولكن الحاج عبد الله يعني في كثير من الامور قاد المرحله باقتدار، والله ما بيني وبينه مصلحه وما بيني وبينه شيء، ولكن نحن من جعلنا الحاج عبد الله يا نبيل ينحو بهذا المنحى ويذهب الى هذا الطريق؟ ليش؟ لانك انت ما وفرتش الاجواء القانونيه المطلوبه، ان شكلنا لا داعي شكل لجنه يا راجل، تعال يا حاج عبد الله تبت فلان، من فلان وفلان، اين ذهبت هذه الاموال؟ اين ذهبت الملايين؟ عندي تقارير انا رقابه اداريه، الرقابه الاداريه كل قرش يطلع مسؤول عنها ويعرف وين تمشي وين يمشي الفلوس هذا، ديوان المحاسبه، ان كان موجود الكلام هذا نحاكم المفسدين، كان غير موجود معناها كلام اعلامي او الحاج عبد الله زعلان من عربه ومن عمه ولا ولا منطقته، نحن ما يتصلش يحلوها فيما بينهم، اما نعم كراجل نايف حسب القانون نحاكم ونحاسب الحكومه بالتقارير التي تجيني من الجهات السياديه التي تتبعني، ديوان المحاسبه والرقابه الاداريه ومكافحه الفساد، اما ذلك كلام اعلام ما نعدلش عليه، لان تعرف انت سيد نبيل شوف المهاترات والمشاحنات اللي تصير بين جو بايدن وترامب وبين جونسون. لكن معلش ممكن توضح لنا اكثر كيف ان انقطع الاتصال بالسيد ابراهيم؟ نعم قطع الاتصال بالسيد ابراهيم الدرسي. ربما اوجه السؤال للسيد عبد الله بريحك. سيد عبد الله يعني كان يقول، يعني انت استمعت للسيد ابراهيم الدرسي بخصوص اتفاق مجلس النواب يوم امس على تشكيل لجنه لفتح ملف لجنه ازمه الجنوب قبل عامين برئاسه مصطفى كنونو، لكن اولا ما تعليقك على هذه المساله؟ هل فعلا بان الموضوع سوف يضيع ويبهت بهذا الشكل؟ واصلا سيد عبد الله لماذا لا يستدعي مجلس النواب رئيس الحكومه؟ يعني انتم عندكم رئيس يقول انا مستعد للمساءله، انا مستعد حتى للمحاكمه، فلماذا لا يتم يعني سلوك المسلك السريع والمباشر واستدعاء رئاسة الحكومة بشكل مباشر تحت قبة البرلمان والحديث معه ومحاسبته وفهم الموضوع منه بشكل أكثر؟ يعني إن كان الرجل لم يعطي مع أسماء ربما سوف يعطيها تحت قبة البرلمان إذا ما طلب منه ذلك. نعم طبعا أستاذ نبيل، مسألة حضور الحكومة والمسائلة قادمة وهي مرتبطة أيضا بتقرير هيئة الرقابة الإدارية، ليس بقضية أو مسألة التصريحات الإعلامية الخاصة بالجنوب فقط، هي قادمة خلال الأسابيع القادمة بإذن الله. لكن مسألة تشكيل لجنة في هذا الجانب تحديدا ليتم الوقوف على كل ما في هذه القضية، يعني على سبيل المثال عندما يكون
أو يتم مساءلة لرئيس الحكومة حول هذه القضية ربما بدون نقاط محددة وبدون دلائل تقوم لجنة بالوقوف عليها وتقديمها للمجلس النواب، ربما العمل سوف يكون يعني عشوائي ولن يخدم المجلس في الوصول إلى نقطة محددة، يعني خاصة بأن يعني مسألة الفساد ليست مسألة بالهينة وربما الأمور تخرج عن السيطرة وأن يكون في الأمر يعني حرج أو مرج أو غير ذلك. لكن اسمح لي سيد عبد الله، لكن كانت هناك تصريحات في اليومين الماضيين لعدد من أعضاء مجلس النواب من الجنوب كانوا يتحدثون عن كتابة مذكرة باسمهم جميعا يطالبون فيها رئاسة الحكومة بالقدوم إلى مجلس النواب ومساءلتها عن تصريحاتها السابقة، يعني هذا ما قاله نواب الجنوب أو على الأقل هذه رغبتهم لإنهاء هذا الملف، فهل قدمت مذكرة بالفعل لكم بالخصوص ومن حضر أصلا من أعضاء الجنوب في جلسة يوم أمس؟ نعم طبعا أستاذ نبيل، يعني نحن نسير في ذات السياق وهو مسألة المساءلة القادمة للحكومة الليبية المؤقتة في تقرير هيئة الرقابة الإدارية ديوان المحاسبة وكذلك مسألة التصريحات الإعلامية، لكن مثل ما أسلفت ذكرا بأن تشكيل اللجنة يوفر على مجلس النواب وعلى العدد الذي سوف يحضر للجلسة، سواء يعني الامر ليس معني به فقط سادة اعضاء مجلس النواب مع كل الاحترام والتقدير لهم عن المنطقه الجنوبيه، وانما كل سادة اعضاء مجلس النواب معنيين بهذا الامر، فبالتالي يعني ربما سادة اعضاء مجلس النواب لديهم اطلاع على هذه القضيه او غير ذلك، لكن بقيه سادة اعضاء مجلس النواب يعني يحتاجون ربما الى معلومات تقوم هذه اللجنه ب تقديمها في تقرير الذي سيقدم لمجلس النواب لتوضيح الصورة للمجلس بصفة عامة، فبالتالي يعني المتجهين في ذات السياق سواء بمطالبة أستاذ مجلس النواب بدعاء الحكومة للمساءلة وكذلك في الاتجاه الآخر وهو تقرير هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وبالتالي يعني كل ذلك سوف يتضح في جلسة الحكومة. هنالك نقطة لو سمحت أستاذ نبيل يعني ربما لم أتطرق إليها في خلاصة جلسة يوم الأمس، وهي نقطة هامة جدا وهي استعراض فخامة رئيس مجلس النواب للخطاب الموجه لعدد من المؤسسات الدولية في مقدمتها الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن الدولي، وكذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي والبرلمان الأفريقي وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو خطاب يتحدث عن موقف مجلس النواب استراتيجي إلى يومنا هذا وإلى ما آلت إليه الأمور في البلاد، ويتحدث أيضا على عدم شرعية حكومة الوفاق وعلى كون التعويل الذي قام به المجتمع الدولي على دعم السيد السراج الذي انفرد بالقرار خلال السنوات الماضية وخالف الاتفاق السياسي بكل المعايير رغم عدم دفرة هذا الاتفاق السياسي وعدم نيل الثقة من مجلس النواب وعدم ايضا اداء اليمين القانونيه ومنح الثقه لحكومه الوفاق. الخطاب سوف الذي ايده الساده اعضاء مجلس النواب في جلسه الامس سوف يوجه الى هذه المؤسسات وسوف يؤكد ايضا على عمل القوات المسلحه، ايضا سوف يؤكد على انتهاء المده القانونيه لحكومه السيد سراج، تعويلي على الميليشيات، نهب المال العام، وأبرز المطالب التي سوف توجه التي وجه في هذا الخطاب. وهل يأتي أيضا الخطاب على سيد عبد الله، هل يأتي الخطاب على ذكر مؤتمر برلين الذي من المفترض أن ينعقد الفترة المقبلة بخصوص ليبيا؟ المؤتمر الدولي هو كذلك أستاذ نبيل، هو تحديد موقف النواب لمجلس النواب، تحديد موقف مجلس النواب وتوقيته و التأكيد على ما آلت إليه الأمور نتيجة للتقدير الخاطئ للمجتمع الدولي لدعم فايز السراج الذي
أصبح شريكا للميليشيات المسلحة والخارجين عن القانون والمطلوبين دوليا ومحليا في نهب أموال الليبيين وفي تدمير مؤسسات الدولة. النقاط البارزة التي حواها خطاب فخامة رئيس مجلس النواب هو قضية الأموال الليبية المزبدة في الخارج، مطالبة مجلس الأمن الدولي وكل هذه المؤسسات بضرورة المحافظة على هذه الأموال. متى سوف يرسل وهل سوف سيد عبد الله متى سوف يرسل ومتى سوف ينشر؟ يوم غد إن شاء الله. نعم، هو كثير من فحواه يعني ما أذكره لك الآن، لكن غدا إن شاء الله سوف يوجه وسوف يتم نشره عبر المؤسسات الإعلامية ولكم أستاذ نبيل. نعم. فكنت أتحدث على قضية هامة وهي قضية الأموال الليبية المجمدة ومحاولات حكومة الفراج بفك التجميد عن بعض الأصول. نعم. بكثير من الحجج. فطالب فخامة رئيس مجلس النواب من خلال هذا الخطاب بضرورة المحافظة على الأموال الليبية المجمدة، سواء اتجاه محاولات حكومة السراج أو اتجاه محاولات بعض الدول لنهب هذه الأموال عبر كثير من القضايا التي رفعت ضد الدولة الليبية. وطالب فخامة رئيس مجلس النواب بضرورة استرخاء هذه الأموال المجمدة إلى حين انتخاب رئيسا للبلاد وانتخاب برلمان جديد وتوحيد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مطالبة فخامة رئيس مجلس النواب بضرورة عدم التعويض على السيد فايز السراج وبضرورة أن يخرج من المشهد خلال الفترة القادمة. نعم. وترك الليبيين لاختيار من يمثلهم ليس وفقا لإرادة الليبيين وليس مثل ما حصل في اتفاق الخيرات، حيث أن السيد فايز السراج لم يكن مرشحا أي من الأطراف وإنما قام بجلبه المبعوث الأممي السابق برناندينيو ليون. ولم نعلم حتى هذه اللحظة من رشح السيد فايز السراج. يعني كل هذه القضايا، تعيين القائد العام للقوات المسلحة وشرعية القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب والتطرف، دعا القوات المسلحة لخوض معركة طرابلس من أجل تحرير هذه الميليشيات التي عول عليها فايز السراج بما يخالف الاتفاق السياسي الذي نص على ضرورة أن يتم إخراج هذه الميليشيات المسلحة وفقا للترتيبات. شكرا لك. للاتفاق السياسي. شكرا لك سيد عبد الله بلاحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، وشكرا أيضا للسيد إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب. نأخذ فاصلا قصيرا نكمل أكثر، لا نبتعد كثيرا عن أجواء جلسة مجلس النواب يوم أمس، سوف نفرد مساحة أكبر بعد الفاصل لما يتعلق بتعديل قانون الجامعات. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في أكثر. ما زلنا نتكلم عن جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس بطبرق. ربما تحدثنا في الجزء الأول عن الشق السياسي الذي تضمنته جلسة مجلس النواب، إلا أننا الآن سنتحدث بشكل مفصل عن البند المتعلق بتعديل قانون الجامعات الذي ناقشه النواب. رحبوا معنا بضيفنا الدكتور حسين العلام المتحدث باسم إضراب أعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي بالدولة الليبية. السيد علام كان ضيفا علينا في البرنامج قبل بضعة أيام بخصوص إضراب المدرسين والموظفين ومطالبتهم باعتماد قانون الجامعات، وهو معنا الآن لتوضيح آخر المستجدات في هذا الشأن. أهلا بك دكتور حسين العلام مرة أخرى في برنامج أكثر. حبيك أخي نبيل ولقناتكم الموقرة على أعطاني الفرصة ومتابعته وأعطى هذا الموضوع أهمية لما لا أهمية في الشارع الليبي، ولأنه يمس شريحة مهمة من شرائح الشعب الليبي. نعم. دكتور علام، بداية ما قولكم في جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس وتناولت تعديل قانون الجامعات؟ طبعا على السؤال كده نحب نشير أو نوضح أشياء للأخوة بهذه الشريحة وأعضاء التدريس والموظفين الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا وإلى جماهير أيضا الشعب الليبي، أن البعض يواجه تساؤلات أن هذا الاعتماد لقانون الجامعات تم بأمس وهو لأسباب سياسية. لا، نحب نوضح لهم أن هذا القانون
تم اعتماده من سنة 2018 واعطي رقم 2 لسنة 2018، بل ما تم اعتماده باليوم الأمس وهو تعديلات هذا القانون، تعديلات هذا القانون، وهذا القانون من 2018. نشكر أيضا مجلس النواب على إلاء أهمية لهذا القانون، بغض النظر عن أهميته مع أهميته، لكن أن هناك استجابة لمتطلب أو مطالبات هذه الشرائح. وأيضا نحب نوضح أن حتى الناس يقولوا لا كيف هذا، هل يتم تنفيذها أم تنفيذها؟ لا، هذا يتم قبل الحرب على طرابلس وقبل الأمور السياسية أو المستجدات السياسية الأخيرة اللي تمت على الساحل الليبي. نعم، لكن تنفيذها بعد اعتمادها سوف يتم بعد المعارك اللي حاصلة في طرابلس، فهل هل يعني تنفيذ القانون بعد الاعتماد من قبل مجلس النواب في طبرق سوف يكون ذا جدوى؟ ربما هذا هو التخوف اللي سجل عند البعض من المعنيين بهذا القانون وتنفيذه. التنفيذ حسب المادة الأخيرة وهي المادة 153 من القانون رقم 2 لسنة 2018، وهي توضح حرفيا بأن يتم العمل بهذا القانون بعد سنة من نشره بالجريدة الرسمية. يعني إن شاء الله لو تم نشره بالشهر القادم في الجريدة الرسمية سيتم العمل به في نهاية 2020، أي في بداية 2021. وبعد سنة إن شاء الله تكون الحرب منتهية وفي طرف واحد يتم التعامل معه. نعم، لكن قبل ذلك دكتور، لو نحكي أكثر عن هذا القانون، ربما هذا القانون هو قانون مبهم عند جزء من متابعينا الآن ونحن نتكلم عنه، فلو تعطينا نبذة مختصرة عنه، يعني عن هذا القانون، هل هو متعلق بالإضراب اللي كنتوا دارينه وما زلتوا ومطالب كان بخصوص زيادة الرواتب وإلى آخره، ولا القانون هو قانون يشمل أشياء أخرى وتفاصيل أخرى من بينها موضوع الزيادات، أم ماذا بالضبط؟ القانون طبعا كان نتيجة لمطالبات بعد زيادة الدخول لعدة شرائح عاملة بالدولة الليبية، زادت الأصوات داخل أوساط أعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي بتحسين الظروف المعيشية لهذه الشرائح، فلهذا كانت هناك مطالبات كبيرة جدا، سواء كانت عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو كان عبر المنتديات أو عبر الندوات او الحوارات في هذه الاوساط، في اوساط هذه الشرائح سواء كانت الجامعات او غيرها، بل هذا تحولت هذه المحادثات وهذه الندوات والحواريات الى منهاج عمل تم عن طريقها التوجه به الى النقابات اللي بدورها طالبت بتعديل القوانين كونها لا تتماشى مع متطلبات الوقت الحالي. فلهذا هنا عدت النقابات سواء كانت نقابه الموظفين او اعضاء التدريس بمؤسسات التعليم العالي منهاج عمل بقيام بعدة جلسات حوارية واجتماعات، سواء كانت اجتماعات داخل اجتماعات دورية أو اجتماعات استثنائية، وتناقشنا في هذا الموضوع. فلهذا ظهرت الحاجة إلى قانون لهذا القانون. فلهذا قام مجلس النواب سنة 2018 بتكليف لجنة التعليم بإعداد قانون يختص بقانون الجامعات، تطوير وعمل أبديت للائحة التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010. فلهذا اعتمد هذا القانون سنة 2018، فكان بعد صدور هذا القانون ظهرت الأصوات من جديد لأن هناك مغالطات داخل هذا القانون وفي أمور تحتاج إلى تعديل وإضافة وأنقاص وغيرها. شكلت لجنة بعد مطالبات النقابة من نقباء بعض نقباء الجامعات الليبيه وباشراف ديوان النقابتي اعضاء التدريس والموظفين، وكان ضمن هذه اللجنه رئيس جامعه طرابلس ورئيس جامعه بنغازي وبعض النقباء اللي اشرفوا على هذه التعديلات اللي تم تقديمها الى مجلس النواب. نعم، لكن بشكل عام كيف ترون استجابه مجلس النواب؟ وربما هي استجابه سريعه في الحقيقه دكتور حسين، يعني مناقشة وحتى اعتماد تعديل قانون الجامعات، وأنتم ربما بعد أسبوع أو أقل من ذلك بعد إعلان الأضراب من قبلكم، كيف ترون استجابة المجلس لهذا الموضوع؟
الحقيقة نحن كيف ما احنا لما كان عندنا اجتماع اللي هو اجتماع يوم الأحد الفائت اجتماع الحقيقة أن مهما كانت الاستجابة سواء كانت من مجلس النواب ومن رئاسة ومن غيرها فلهذا اعتبرنا أن هذا فيه حسن نية من الجهات التشريعية خصوصا مجلس النواب في إصدار هذا القرار إصدار هذا القانون. أيضا كأعضاء تدريس وموظفين رحبنا بهذا اعتماده وسنبحث عن آلية لأني أذكر أنا دكتور حسين في قبل حلقة أو حلقتين من الآن يعني كنت أتحدث معكم وسألتكم سؤال لماذا لا توجهوا مطالبكم لمجلس النواب بشكل مباشر. أنتم كنتم تتحدثون عن مطالبكم الإضراب اللي أعلنتموه وتحدثتم عن المجلس الرئاسي وأنكم أرسلتم هذه المطالب أو عقدتم اجتماعات فيما سبق مع المجلس الرئاسي. أذكر أني سألتكم لماذا لا تتحدثوا عن مجلس النواب، يبدو أن من حرك المياه الراكدة في هذا الموضوع الآن مجلس النواب في جلسة يوم أمس وتحرك بشكل إيجابي على ما يبدو. لا هو الحقيقة الرئاسي احنا لم نجلس مع الرئاسي ولكن مجلس النواب في تواصل مستمر مع اخوتنا النقباء بالمنطقة الشرقية ورؤساء الجامعات في تواصل مستمر معهم وايضا اجريت عدة اتصالات مع الاخوة النقباء وهم متابعين الموضوع بشكل مباشر لكون القرب المكاني اللي هو مجلس النواب في المنطقة الشرقية وايضا احنا من المنطقة الغربية والوسطى هنا من القرب المكاني بالضغط على السلطات التنفيذية تمثل هنا في نعم الاعتماد واعتمد خلينا نقوله قانون تعديل قانون الجامعات من مجلس النواب الآن التنفيذ ربما عند الرئاسي وعند مصرف ليبيا المركزي بما أننا نتكلم عن زيادة دخول أو زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات ففي هذه المرحلة كيف تتوقعون أن تكون النتائج أو إلى أين يمكن أن يفضي الموضوع؟ هل تتوقعون فعلا سوف تكون فيه استجابة من قبل المجلس الرئاسي وإدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لتنفيذ اعتماد تعديل قانون الجامعات الصادر من مجلس النواب يوم أمس؟ يعني أنت تحدثت في هذه المسألة لكن من خلال مواقف يعني ومعاملات سابقة يعني حتى في المنظومة التعليمية بشكل عام هل تتوقعون بالفعل أن القانون سوف ينفذ ويجد له سبيلا للتنفيذ عند إدارة مصرف ليبيا المركزي وعند المجلس الرئاسي أم لا؟ شوف أخي نبيل نحن في قرارات في القرار اللي صدر المجلس الرئاسي رقم 20 بالإيقاف المؤقت لبعض الزيادات وكان التساؤل في الشارع بشنجين يعني سؤالك كان التساؤل في الشارع لماذا لم يتم إيقاف الهيئات القضائية والدواوين وغيرها. الإجابة على السؤال كانت الزيادة للقضاء والهيئة القضائية كانت من جهة تشريعية وهي المؤتمر الوطني. الآن نحن نعتبر هذا القانون صدر من جهة تشريعية وجب التنفيذ من مجلس النواب. وأيضا حتى النسخة سامحني يا أخي نبيل حتى النسخة الأولى من هذا القانون تم تسليمها عن طريق النائب تقريبا اسمه سعد المرمي إلى المجلس الرئاسي لمجلس الرئاسي لطرابلس وهي موجودة عنده. فلهذا هذا القانون واجب التنفيذ اما حسب ما كان في القرار رقم 20 ونحد موقع عن طريق منبرك اللي وهو الاخوه بالقرار رقم متهدفين بالايقاف حتى ما يتمش فهم الموضوع بطريقه اخرى من النقابات اعضاء التدريس والموظفين بالتعليم العالي الدولي ان احنا لا فرحانين انه وقفوا هذه الزيادات لا بالعكس نحن نطالب بحياه كريمه لجميع هذه الشرائح من ضمنها العاملين بقطاع النفط عاملين بجميع القطاعات في الدول الليبية وشار أيضا بعد قرار الإيقاف بتشكيل لجنة فلهذا تشكيل لجنة هنا المصطلح فضفاض أو مصطلح كما نقول إحنا هلامي بمعنى لا توقيت زمني لا إطار زمني ولا مكاني فلهذا نطالب في حالة الموافقة على إعداد جدول مرتبات يجب الإعطاء لجدول زمني ومكاني بهذه اللجنة المتوقع المشار اليها في هذا القرار. نعم لكن لمجلس النواب دكتور تجربه سابقه اذا ما قسنا الموضوع على قانون او قرار زياده رواتب
معلمي وموظفي التعليم الأساسي، يعني خرج الموضوع من الدائرة التشريعية، يعني اعتمد من مجلس النواب ولكن لم ينفذ لحد هذا اليوم، واليوم في إضراب من قبل المعلمين في التعليم الأساسي. هل تخشوا من أن تمروا بنفس الظرف وتقعوا في نفس المسألة؟ يعني هو كان في زيادة الحقيقة، كان في نفذ زيادة العلاوات ولو مش بشكل مطلوب، لكن نحن اليوم في اجتماع تم في عند الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بطرابلس بين نقيب الموظفين ونقيب أعضاء التدريس وأيضا نقيب جامعة طرابلس مع نقيب المعلمين للدولة الليبية التعليم العام لوضع خطة واستراتيجية بديلة في حالة رفض تنفيذ هذه الزيادات، كيف يمكن الشغل كيف تحت مظلة الاتحاد الوطني لعمال ليبيا. كما نحب ننوه ونشير إلى لماذا ثقافة الجهات التشريعية أو التنفيذية بالذات، ليش أنت لما أي نقابة تتكلم عن حقوقها ليش يمانعوا في الجلوس معها؟ مثلا سمعتوا في البيان رقم 5 اللي صدر اليوم الأحد الماضي، أول نقطة كانت أنه طالب مجلس الرئاسي بالجلوس معنا، لماذا هذا التهرب؟ نقابة المعلمين بالأردن، نقابة المعلمين بالأردن يمكن تابعت الموضوع حضرتكم وانتم قريبين من هذا الإضراب، كان بالطرق سليمة وأيضا اتبعنا نفس الطرق باتباع الطريق الممنهج، فاستجابت لهم الدولة وجلست معهم وتحاورت معهم وفي الأخير وصلوا إلى حلول مرضية للطرفين. وكان فيها اللي ما اعتبروش هذا طرف مهزوم وهذا طرف منتصر، بالعكس هذا يصب في المصلحة العامة. هذا ليش انت كمجلس رئاسي او كوزارة التعليم يعتبروا ان في الموضوع ان الموضوع حرب بين اعضاء التدريس والموظفين مع هذه الجهات؟ لا بالعكس، انت اجلس معي ونتحاور، وضح لي ونوضح لك، في الاخير نوصلوا الى نتيجة معينة، لكن الى الان لم يتم الاستجابة والجلوس معنا، تسفيه هذه المطالب، غض الطرف عنا، محاولة زرع الفتنة بين شرائح العاملين بالدولة الليبية. لا، نحن نطالب بالجلوس معنا والاهتمام بمطالبنا وعدم المزايدة علينا. حتى من قبل الدكتور عثمان عبد الجليل، يعني معروف عنها بأنه متسامح ويجلس مع الكل ويتابع التفاصيل وإلى آخره، يعني ألم تجدوا هذه الروح عند وزير التعليم بحكومة الوفاق؟ الدكتور عثمان عبد الجليل الحقيقة لما نجلسوا معاه يستمع لمطالبنا، لكن جلست معنا مرة واحدة وبعدين خلاص انقطع عن السبل. آخر موضوع اللي هو موضوع امتحانات الثانوية، كدنا أن نقع في فتنة بين أولياء الأمور وبين النقابات وبين الجامعات، وحدث الحمد لله أن الموضوع تم تداركه، ولكن الحقيقة أن فرض امتحانات الثانوية وكان في إضرار، ولكن حقيقة ومراعاة للجانب الوطني في هذا الموضوع غطينا الطرف عن هذا الأمر. هذا ليش ما جلسوا معنا وليش ما اجلس معي ليبي وانت ليبي، نجلس على طاولة واحدة ونتحاور من بداية شهر سبتمبر جلسنا معه في جامعة طرابلس، إلى الآن التواصل شبه منقطع. التواصل إن تمت هناك طرف في رؤساء بعض رؤساء الجامعات والوزير والطرف الثاني النقابة، احنا ما تمنيناش يكون هذا الكلام، تمنى ناخذ مفارق واحد كون الليبيين وتعم النتائج على باقي جميع الشرائح، ونفرح يعني تفرح انت لما الوزير يستمع لمطالبك، نفرح يعني بهذا الشيء. طيب بغض النظر عن تنفيذه وعدم تنفيذه، يقول الكلمه الطيبه صدقه. صلاح سليمان بوعجيله وهو احد المتابعين لنا عبر البث المباشر على الفيسبوك يقول: سبب الاعتصام هو الإضافي والامتيازات وليس قانون الجامعات، وضيفك عضو هيئة التدريس وليس موظف وليس لديه دراية كاملة بالقانون. ماذا تقول لصلاح؟ الإضافي نقول الأخ صلاح الإضافي واللي تحكي عليه كل المزايا هذه موضوعة في قانون الجامعات ويقدر يطلع عليها. أنت لما تشوف المرتب الموضوع في قانون الجامعات هذا يوفر لك حياة كريمة لكم ولأبنائك يا أخي صلاح. مختصر الكلام. نعم. الآن باعتماد معلش يا أخي نبيل تعديل، نعم أخي نبيل معلش، نعم دكتور، في بعض النقاط راهو ما يظنش إن مثلا سواء كانت موظفين أو أعضاء تدريس، مثلا في بعض نقاط إجازة علمية أو تعاون أو وفاد، هذه ليس منا، راهي هذه تكسرها القوانين.
بل هذه لا نقاش فيها، هذه إنجاز علمية، تعاون، ترقيات، علاوات، هذه كلها تكفلها القوانين واللوائح. باعتماد تعديل قانون الجامعات من قبل مجلس النواب، هل نقول اليوم بأنكم كتنسيقية إضراب عام سوف توقفوا الإضراب، أو أنكم بدأتم التفكير في التراجع عن هذا الموقف اللي أعلنتموه قبل أيام، ولا ما زلتم مستمرين في الإضراب؟ لا مستمرين نحن في الإضراب، الحين الجلوس مع السلطات التنفيذية. أنا أحياناً يجيني القانون، تحصل على القانون، لكن القانون يحتاج إلى لائحة تنفيذية وآلية عمل، آلية تنفيذه. نحن حتى في معلش نوجه من هذا المنبركم وزير السيد وزير المالية، اللي الحقيقة اللي مسبب حالة من الاحتقان، حالة احتقان كبير لدى فئات الشعب الليبي، خصوصا بالموظفين الجامعات وأعضاء التدريس، علاوة عضو هيئة التدريس وغيرها من علاوة الموظف المركزي المقيتة، مثلا علاوة موظف تنتظر لي 14 شهر و15 شهر حتى يتم الموافقة على علاوة موظف مختار 45 دينار و60 دينار، كيف هذا الكلام؟ موجود أيضا حتى الكلام يعني السيد وزير المالية من هذا المنبر. ماذا الشعب الليبي في ظل الحرب. دكتور وزير المالية اللي الحمد لله بالسلامة في حكومة الوفاق، ماذا تقولون له، ما المطلوب منه بالضبط حتى تكون الرسائل واضحة قبل أن ننهي النقاش؟ الرسائل واضحة أن السيد وزير المالية يمشي يشوف الشغل متاعه في الباب الثاني والباب الثالث، اللي هو هذا اللي قلنا فيه رقابة، بيشدد الرقابة، بيشدد الإجراءات تكون في الباب الثاني والثالث. أما الباب الأول هذا باب مرتبات، ما فيش اجتهاد أخي نبيل. مرتب مواطن لما يتأخر مرتب مواطن، هو زي موظف في جامعات ياخذ في 400 دينار 500 دينار، هذه منحة. لما تتأخر عليه في المنحة حيجوع الشعب الليبي، حيجوع، حيشحت، حتنتشر الظواهر الاجتماعية الغير مرغوبة والغير مقبولة في مجتمعنا الليبي المسلم المحافظ، مثل تهريب البنزين وتهريب الهجرة. في ناس ليس حب في هذا العمل ولكن بالسيف، اضطرت الناس مثل هذه الأعمال. هذه سيد وزير المالية أن تأخير في إنزاء المرتبات والعلاوات والترقيات، أعطوا الصلاحيات لمراقبات المالية بالبلديات، أعطوا الصلاحيات علاوة، ننتظر نيت وزير مالية باش يوقع لي على علاوة. لماذا علاوة موظف تنتظر 14-15 شهر؟ عندنا ناس موفدين كانوا بالخارج يتقاضوا في ربع المرتب، إلى الآن في 8 شهور 9 شهور ربع المرتب، ورغم مخاطبة الجامعات والكليات التقنية والمعاهد إلى وزارة المالية، ونحن ننتظر يوم لجنة 104، لجنة 105، لا إلغي اللجنة 104 ورجعنا في لجنة ترشيد المرتبات. يا أخي يا سيد الوزير المالية، ليس ذنب، ليش المواطن العادي هذا يسبب احتقان ويسبب زيادة على كاهل المواطن البسيط الكادح؟ فلهذا اتقوا الله في هذه الشرائح. نعم. المتابع خالد سعد من الفيسبوك يقول: استجاب مجلس النواب وشكلت لجنة بالخصوص لتعديل القانون، وكان أولى بكم استضافة أحد من نقابات المنطقة الشرقية، أما زملاؤنا في المنطقة الغربية لم يتواصلوا مع مجلس النواب، وهم فقط يتواصلون مع الرئاسي. فقط أقول في الشق المتعلق بنا كبرنامج لأخونا خالد سعد، نحن السيد الدكتور حسين العلام موجود معنا الآن لأنه كان ضيف معنا في حلقة سابقة، وبعد جلسة يوم أمس في مجلس النواب راسل البرنامج أو فريق العمل في البرنامج وطلب أن يكون معنا ويأخذ مساحة حتى يوضح بعض النقاط استكمالا لاستضافتنا له في حلقة سابقة، بمعنى أن الموضوع اللي نحن تو نتكلموا فيه ما مش قصة ضيف من شرق وضيف من غرب، وإنما هي الموضوع جاء بهذه العفوية لا أكثر ولا أقل. إن كنت تريد أن تتحدث عن موضوع النقابات أو التنسيقيات اللي موجودة في المنطقة الشرقية لنفس المطالب ولنفس الموضوع دكتور حسين، ردا على أخونا خالد سعد، ماذا تقول؟ نحب نطمن أخوي خالد أن في تواصل مستمر، وأنا أعطيك بالاسم، أنا عبد الله حسين العلام دهابت مدينة البيضاء، والدكتور غانم الحاسي نقيب أعضاء تدريس بجامعة محمد بن علي السلوسي، هو في الاستماع لي أخي وصديقي، واجتمعت في الجامعة هناك
وضيفونا وقعدت يمكن غادي عندهم 5 أيام، وهذا خارج ليلة شرق لغرب من نحن نبحث عن مصلحة الشريحة التي نمثلها سواء كانت أعضاء التدريس أو موظفين. والدكتور غانم الحاسي هذا غني عن التعريف وموجود وكانتم تواصلوا معه، أيضا جلسنا معه وجلسة كانت مطولة ومثمرة، ومن يومين كنت متواصل مع أخوي غانم الحاسي وهو بدوره يتواصل مع النقباء ورؤساء الجامعات، فلهذا أكون مطمئن أخي خالد من هذه الناحية. محمد علي يقول: أين الوطنية من مراعاة أعضاء هيئة التدريس لظروف الدولة الليبية وهي في حالة حرب؟ ربما هذه نقطة تحدثنا عنها بشكل أو بآخر في لقاء سابق، لكن ماذا تقول لمحمد علي اليوم؟ يا أخي محمد، نحن من 2011 هذه الأحداث والحروب بين القبائل والمدن، المعلم والمدرس والموظف الجامعي لم يتوانى يوما عن التعليم، أداء وظيفة التعليم. لولا التعليم أنت شوف، لو أنه فرضا يا أخي نبيل والأخ المتسائل، لو أنه أعضاء التدريس والمعلمين في قطاعات التعليم المختلفة قاعد في بيته، شنو يتم؟ هنا الدولة حتنهار. ليش؟ لأن التعليم هو اللي بث الحياة في 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 الدولة بعد هذه الحروب، بعد كل حرب اللي تتم من حين الآخر داخل الساحل الليبي. محمد العربي وأيضا محمد علي حكوا على نفس النقطة تقريبا، وهي أن المجلس الرئاسي يقولوا لا يعترف. يبدو أن الاتصال انقطع بالدكتور حسين العلام. نعم، عودوا لو سمحتم في آخر دقيقة أو دقيقتين من زمن هذه الحلقة. هنا فقط أشير إلى مسألة أن يعني نحن نتكلم الآن عن موضوع اعتماد ومناقشة مجلس النواب في جلسة أمس الاثنين في مقره بمدينة طبرق وبرئاسة المستشار عقيلة صالح لتعديل قانون الجامعات. كان هذا ربما أول بند من بنود جدول الأعمال في جلسة يوم أمس، واعتمد التعديل، ولكن هناك تساؤلات كبيرة عن هل سوف يرى هذا القانون المعدل النور، هل سوف ينفذ من قبل المجلس الرئاسي ومن قبل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس. نقول المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس على اعتبار أنهم هم من يتحكموا في أموال الليبيين وواردات النفط الليبي، وبالتالي يعني ما إن كان هناك من قدرة لتنفيذ القانون فيفترض أنه ينفذ من قبل هذه الجهات التنفيذية. السؤال هنا: هل فعلا سوف يتم تنفيذ هذا الاعتماد والاعتداد به من قبل مجلس النواب في طبرق على اعتبار المواقف السياسية الحاصلة اليوم بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس من جهة، وبين مجلس ليبيا مجلس النواب في طبرق من جهة أخرى، وأيضا إذا ما نظرنا إلى الانقسام الحاصل في مجلس النواب اليوم، ربما المجلس الرئاسي يجلس مع نواب موجودين في طرابلس ويقدموا أنفسهم بأنهم هم مجلس النواب، بالتالي قد يعني الصورة معقدة ومتشابكة قليلا، وهناك بعض المخاوف أو الهواجس عند المعنيين بتنفيذ تعديل قانون الجامعات من عدم تنفيذه بالنظر إلى هذه الخلفيات. لا أعرف إن كان الدكتور حسين العلام، عموما ربما نواجه مشكلة وحتى استمع وانقطع الاتصال. على أي حال نحن نشكر الدكتور حسين العلام، الصورة وصلت والملاحظة ملاحظة محمد محمد العربي ومحمد علي ربما وصلت، إن لم نتمكن من استضافة الدكتور حسين العلام مرة أخرى. دكتور حسين ربما موجود معنا الآن. معك أخي نبيل. نعم دكتور حسين، محمد علي ومحمد العربي وهما من متابعينا عبر البث المباشر يتساءلان: هل حكومة الوفاق معتدة أصلا بقرارات مجلس النواب في طبرق في الوقت اللي المجلس الرئاسي قاعد يجلس مع نواب موجودين في طرابلس ويقدموا أنفسهم بأنهم هم مجلس النواب؟ فهذه نقطة تحدثنا عنها قبل قليل، ولكن إلى أي درجة هي فعلا تضع اعتماد تعديل قانون الجامعات في المحك أو على المحك في المرحلة القادمة؟ نحن دعنا احنا حتى لا ندخل في محاكاه مع عده اطراف اخي نبيل، النائب سعد المرني كيف ما حكيت لك من بدري انه قام بتسليم نسخه من هذا القانون الى المجلس الرئاسي، فلهذا نحن نتبع هذا الطريق للبحث عن اليه لتنفيذ
هذا القرار بغض النظر عن مجلس النواب بطرابلس ومجلس النواب بطبرق. هذا القانون صادر من 2018 قبل الانقسامات والأحداث السياسية الأخيرة. شكرا لك دكتور حسين العلام، المتحدث الرسمي لتنسيقية الإضراب العام لأعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي. أرجو فعلا مدام سلم اعتماد تعديل قانون الجامعات للمجلس الرئاسي من قبل رئيس لجنة التعليم العالي سعد المرمي في مجلس النواب، إن شاء الله فعلا معناها نشوف نتائج أو إجراءات أو تطورات خلينا نقول إيجابية في هذا الملف، وتنتهي المسألة على خير وتعودوا أنتم للعمل ويتوقف الإضراب ويلتحق أبنائنا أخوتنا وأخواتنا في مدارسهم في جامعاتهم بالأحرى وفي معاهدهم العليا. بإذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أكثر، تحدثنا فيها عن جلسة مجلس النواب بشقيها السياسي وأيضا المتعلق بتعليم العالي. أشكركم على متابعتنا، أشكر من تفاعل معنا وعلق تحت البث المباشر الموجود أسفل رابط البث على صفحة القناة وصفحة البرنامج على الفيسبوك. هذه تحياتي وتحيات الفريق المصاحب لي، دمتم وفي أمان الله.